من أجل تسليط الضوء بشكل أكبر على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد بودن المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية. أستاذ بودن مرحبا بك معنا، ما قراءتك لمضمون البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية المغربية بخصوص قرار إسبانيا استقبال زعيم ميليشيا بوليساريو؟ أهلا وسهلا سيد محسن، حياكم الله. في الواقع بلاغ وزارة الخارجية المغربية يتضمن رسائل موجهة لأكثر من طرف، ويؤكد بالملموس أن الدبلوماسية المغربية لن تتوانى في إظهار ردة الفعل اللازمة والمناسبة كلما تعلق الأمر بالوحدة الترابية والأمن السيادي ومكانة المغرب الإقليمية. أكيد بأن التبريرات المقدمة من طرف بعض المسؤولين الإسبان لا يمكن أخذها على محمل الجد، لأنها غير مقنعة وغير مسنودة. وأعتقد بأن تصحيح هذا الفعل الخاطئ يعني لا يمكن أن يتحقق إلا بأجوبة موضوعية وقانونية على حزمة الأسئلة التي واجه بها المغرب إسبانيا. وأعتقد بأن الإرادة الصادقة لازمة من طرف إسبانيا والحرص من أجل استمرار مسيرة العلاقات، مما لا شك فيه أن الأسباب الإنسانية لا يمكن استخدامها كوسيلة أو أداة لإضفاء الشرعية على التزوير أو الأفعال غير القانونية. فكيف يمكن يعني فهم عدم استثمار إسبانيا لدورها في المسائل الإنسانية التي تشهدها مخيمات تندور؟ إذن الأمر هل يتعلق فعلا بازدواجية في النظرة للمسائل الإنسانية؟ هذا سؤال يطرح على الفاعلين الإسبان. ثم لا بد من الإشارة إلى أن إسبانيا تقع على عاتقها مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية، ويجب أن تشعر في الواقع بالذنب لأنها تعلم بتفاصيل النازلة بما يخص المدعو إبراهيم غالي. وأعتقد أنه ما زال الوقت أمام إسبانيا لتبرهن على إيمانها العميق بقيم حسن الجوار والتعاون والحرص على سمعتها القضائية والحقوقية ومبادئ دولة القانون. نعم. المغرب بطبيعة الحال سيد الكريم يقول لإسبانيا في آخر البلاغ على أنه غير مهتم بمنع تدهور العلاقات الثنائية إذا ما أدرك الإسبان خطورة القرار السيادي الذي اتخذوه دون إخبار المغرب، والذي بطبيعة الحال يمس بشكل كبير بالتعاون المغربي الإسباني. نعم. على أكثر من صعيد المغرب عبر عن حرصه الدائم في سياق كلامك أستاذ بودن. نعم. فقط نعم. البلاغ شدد على أن الحفاظ على الشراكة الثنائية هي مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة. على ضوء ذلك، ما هي تبعات قرار مدريد على مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية، لا سيما وأننا نفهم من البلاغ أن المملكة المغربية ستعمل على تقييم هذه العلاقة بناء على ما سلكته مدريد؟ الواقع البلاغ هو رغم يعني لهجته الواضحة والحازمة إلا أنه يعني هو دعوة للتغيير، دعوة لتغيير إسبانيا لنهجها. فأعتقد بأنه نهج لا ينسجم مع المصالح الاستراتيجية للبلدين. والمغرب بطبيعة الحال عبر بشكل دائم عن حرصه على المصالح الحيوية لإسبانيا في المجال الأمني. كان المغرب دائما يقدم معلومات لإسبانيا من أجل إحباط مشاريع إرهابية يمكنها أن تهدد المناطق الحيوية في إسبانيا. كذلك في مسألة الهجرة غير النظامية، المغرب لا يطالب إسبانيا بمبالغ خيالية رغم أنه يقول دائما أنه ليس حارسا لأحد، ولكنه في إطار التزامه فهو سيستمر في هذا الالتزام من أجل الحد من الهجرة غير النظامية. ثم أن إسبانيا اليوم هي الشريك التجاري الأول للمغرب، فكيف يمكن للشريك التجاري الأول أن يقوم بإضرار بالغ لمصالح المصالح الاستراتيجية لشريكه؟ ولا بد أن أشير سيدي إلى أنه فعلا البلاغ يمثل حقيقة مقياس لعمق الاستياء من هذا التطور، استياء مغربي
وأعتقد بأن المغرب قام في هذا الإطار بخطوات دبلوماسية نوعية ومتدرجة من أجل طبعا التوصل بأجوبة إسبانيا عن الأسئلة التي طرحها، وأنه دائما كان حريص على ضمان عدم نزول الشراكة المغربية الإسبانية إلى يعني بشكل لا يمكن تداركه. وأعتقد بأن الآن إسبانيا عليها أن تبذل في الحقيقة قصارى الجهود للحفاظ على روافد العلاقات الثنائية التي في الحقيقة تقوم أساسا على حسن الجوار والاستقرار والتعاون والاحترام المتبادل. نعم. بلغ وزارة الخارجية كما تابعت أستاذ بودن تحدث عن التهم التي يتابع بها زعيم ميليشيات البوليساريو في إسبانيا، وهي تهم خطيرة جدا كما تعلم. هل تعتقد أن موقف الدبلوماسية المغربية ساهم أو يساهم في تفعيل الشكايات المرفوعة ضد المدعو إبراهيم غالي، علما أن المتحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا أعلن أنه جرى استدعاؤه للمثول في الفاتح من يونيو أمام القضاء الإسباني؟ في الواقع كان بالأحرى أن تقوم إسبانيا بهذه الخطوات بشكل إرادي، ولكن أعتقد بأنه المغرب يجب أن يستمر في ضغطه الدبلوماسي وضغطه الإعلامي من أجل أن تفهم إسبانيا على أن هذا فعل مخالف للقانون الداخلي الإسباني بالأساس، ويؤثر في الحقيقة على مبادئ دولة القانون. والمغرب لا يعني يريد دائما أن تكون إسبانيا دولة قانون كما عبرت عن ذلك في أكثر من مرة، وأعتقد بأنه الأكيد بأنه ستكون هناك نتائج من أجل طبعا يعني إنصاف المظلومين، إنصاف المعتدى عليه من طرف المدعو إبراهيم غالي في سجون ومخيمات تندوف، وكذلك السيدات اللواتي تم اغتصابهن كذلك، وكذلك إنصاف من كانت يعني من كانوا ضحايا الجرائم ضد الإنسانية. أعتقد بأن هذا كله سيكون من أجل العدالة ومن أجل الشراكة المغربية الإسبانية. الأستاذ محمد بودن المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أشكرك جزيل الشكر.